إلي لأخبركم من أنا. أنا زكي لسكان قرية الفاو، أو ما كان يعرف حينها قرية ذات كهو. مدينتي كانت تقع على أطراف صحراء الربع الخالي، وعلى الرغم من ذلك كانت مدينتي حدائق أملاء تنتشر بها مزارع العنب والنخيل، التي بسبب ابتكارنا لأساليب حفظ مياه الأمطار عن طريق تخزينها في حفر مجوفة في باطن الأرض. ولكن قد تتساءل عن سبب اختيارنا لهذا المكان من الصحراء القاحلة لنبني مدينتنا. إن موقع مدينة الفاو ساعدها لتكون أحد أهم المحطات على طريق التجارة القادم من جنوب الجزيرة العربية مروراً لمدينة الفاو، لتنطلق إلى وسط وشرق وشمال الجزيرة العربية. لذلك كان بعض سكان مدينتي يعملون في مهنة التجارة، وعملت النساء في مدينتي في مجالات عدة، كان من أهمها نس الأقمشة وصناعة الملابس. لذلك لا يكاد أن يخلو منزلاً به من الأدوات التي تستخدم لصناعة النسيج. وكنا نكتب العربية ولكن بخط المسند. وحين تزور مدينة الفاو سوف ترى أن كتاباتنا منتشرة على واجهات الجبال أو في منازلنا. لقد أخبرتكم بعض المعلومات عن مدينة الفاو، ولكنكم حينما تزورونها سوف تخبركم الآثار عن المزيد من المعلومات. تفضلوا بالداخل لرؤية بعض هذه الآثار هؤلاء. تفضلوا.